صباح الخير شانتال أزي. صباح الخير. كيفك اليوم؟ كثير منيحة. منيحة؟ الحمد لله. شو هالأسود يعني عن جد شانتال، يعني كان نضال عم بقول لك قبل إنه ولا مرة شايفينك لابسة ملون، قلت لهم بلا الخميس أبيض. خميس بلبس أبيض والأحد بلبس أسود. شانتال اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، يمكن نحن ما مننتبه له، ما منعرف أصلاً شو الأصول يلي لازم نعتمدها بس نكون عم نحضر عرس، ما منعرف أنه في بروتوكول معين ما لازم نطلع عنه، وديتيلز هيك تفاصيل صغيرة لازم ننتبه له. مزبوط. خبرينا شوي عن موضوعنا لليوم. قبل ما بلش، لأنه أنا ما رح أرجع شوفكم وبعرف عندكم نهار كتير طويل، وبدأ لكم أول شيء يعطيك العافية، وبعرف أنه رح يكون نهار صعب عليكم. بدي أعزي الشعب اللبناني كله، وبدي أعزي أهالي الضحايا بهالشغلة، هيك المصيبة جامعتنا يعني، وكلنا بعدنا جديدة علينا القصة، بعدنا مش قادرين نحكي وبعدنا متضايقين، وبعرف رح يكون نهار كتير صعب على الكل. أكيد. بس حبيت أقول هالشغلة قبل ما نبلش. أكيد نهار 4 آب يلي هو حنكون عم نواكبكم كل النهار طبعا من الأرض، لأنه دايما يعني هيدا النهار قدي صار له قاطع، صار سنة قاطع عليه، وبعدنا كأنه صار اليوم، بعده وبعد كل التداعيات يلي إجت من وراء أليمة علينا وعلى كل الشعب اللبناني، وطبعا على أهالي الضحايا وأصحابهم وأقاربهم وكل العالم المحيطة فيهم. ومثل ما شعارنا حيكون وحياة اللي راحوا، أنه رح نضل مستمرين ورح نضل واقفين حدهم، لا على أمل أنه نقدر نحاكم كل المسؤولين عن هيدي المجزرة اللي صارت بلبنان. بقى هلأ شانتال، يعني بعرف أنه هيدا الشغلة بتأثر فينا كلنا، بس بنبقى هيك دايماً بدنا نترك شوي محل لحياتنا اليومية العادية اللي عم نقاتل لنقدر حتى نكملها بأقل أضرار. اليوم رح نحكي عن أول شيء، رح نحكي كذا جمعة عن كذا مناسبة، رح نحكي عن اتيكات اللبس بالمناسبات، لأنه هيدا شيء كتير مهم زينا نفهم فيه، ما له علاقة بشو بتلبسه كذوق، نحن عم نحكي بالاتيكات بهالمناسبات، لأنه هيدا شيء بيدل عن احترام للمناسبة ولصاحب المناسبة. وبتعرف أنه في قصص معينة لازم نتبعها وقت يكون في عنا مناسبة معينة. اليوم رح نحكي، يعني عم نحكي أكثر شانتال عن الأصول يلي لازم نتبعها بس يكون عنا مناسبة، بروتوكول اذا بدك باللبس. رح اليوم نحكي اول شيء عن الاعراس، عن اتيكات اللبس بالاعراس. رح نبلش اول شيء فسر شوي عن الدريس كودز. بتعرفي عاده كل عرس بيكون له دريس كود معين، برا عاده باوروبا او بامريكا بحطوا على الكارد شو الدريس كود اللي رح يكون. نحن ما عنا اياها نكتب الدريس كود على الكارد، بس بتحسي انه عاده بتعرفي من مود العرس، من السيف ذا ديت، كيف رح يكون ستيل اللي رح تحضروا فيه العرس. البلاك تاي كود هو وقتها أنتوا بتلبسوا غالا دريس والرجال يلبس تاكسيدو، يعني هون ساعتها فيكن تلبسوا أعلى شيء بالإيفنينج غاونز، فيكن تلبسوا بول غاون، فيكن تقووا باللبس كتير، لأنه أكيد ما فينا نلبس هالمستوى اللبس وقت نكون رايحين مثلا على تروبيكال ويدنج أو رايحين على ويدنج شوي كاجوال، أو أنا خاصة بس كون عم نحكي بالصيف أعراس عم تنقام على البحورة أو على منتجعات سياحية، يعني أو بلانير ما بتكون حلوة. حتى لو الشخص هو بحب يبين كتير وبحب يلبس وبحب يكون عم بيعبر عن ستيله بهالمناسبات، وهذا الشيء كتير حلو، بس أكيد لازم يكون في طريقة معينة. وقت ينلبس الفورمال لوك هو وقت الرجال يلبس السوت، فيه ساعتها يغير بلون الكرافات، والسيدة بتلبس البول جاون الإيفنينج دريس اللي هي بتحبه. والسامي فورمال الفاستيف الكاجوال والتروبيكال هو وقت يكون عندكم الأعراس اللي شوي أكتر بتحسيها مرتاحة، بتحسيها شوي هيك بالنهار، ما فيها هيد الرسميات الأعراس اللي بتكون عادة بالليل. أوكي. من القصص اللي كتير مهمة إنه نعرفها إنه الألوان اللي بتختاروها وقت تكونوا عم تحضروا عرس يعني كتير دقيق، كتير دقيق، وبعدك بتشوف إنه في عالم مرات يمكن على العجقة آخر تكة بيلبسوا أو ما بيعطوا أهمية لهيدا الموضوع كتير. بس كتير مهم إنه على العرس ما نلبس اللون الأبيض، لو عم تلبسوا أوفرول، لو عم تلبسوا فستان قصير، والحجة منا ما رح غطي على العروس، ما رح دايما بنقولها هيدا الشغلة، ما أنا ما رح غطي على العروس، هي ما إلها علاقة بإنك ما تغطي على العروس، لو شو ما عملت أكيد هيدا نهارة والفوكس عليها، الأتنشن عليها، ما حدا رح يغطي عليها.
اللون الابيض له معنى معين بتقاليدنا نهار العرس، مش حلو انه حدا غير العروس يلبس هذا اللون، وعاده العروسي بيطلع لهالنهار تركوها بهيدا النهار تتهنى تلبس بس ابيض لحالها، اللون الابيض وفينا يعني ما نلبس الوان بهالنهار بلا كريمي بلا بيج بلا اوف وايت. اه هالقد يعني حتى هالالوان زينة على كل الاحوال. الباستيل الفاتح بس بالصور بيطلع ابيض، يعني انت بس تكون لابسه هالالوان الفاتحه تعلى درجتين ثلاثه وقت تكوني عم تتصور، يعني رح تطلعي لابسه حتى لو لبست بنطلون مثلا وتوب انه خلص هيدا اللون بعده، حتى لو لبست بنطلون وتوب وما له علاقه بانه مين بغطي على مين، اللون الابيض قله احترام ينلبس على عرس شخص ثاني. وهيك سوري بعتذر من كل حدا لبس ابيض على عرسه، هيك انا قصدي. لا بشوفها كثير العالم بتسال، انه عاده بتسال عن انه تشوفيها كثير. انا بلبس اوفرول بحس انه شو حغطي على العرس. هي ما لها علاقة بإنه بس أنا الشيء الحلو فيه إنه ما بتصور، يعني ما حدا بيعرف أصلاً إنه لبست أبيض إلا الموجودين بالعرس. هيدي شغلة بالنسبة للون الأبيض. شغلة تانية رح نبلش نحكي عن بس تعرفي شانتال حبيت فكرة إنه كيف أول شيء برا بحطوا الدرس كود، بحطوا الدرس كود على يمكن لأنه حتى أوقات بيكتبوا جملة مثلا بس ما كثير العالم بتفهم شو قصدهم منها، إذا كان مثلا العرس على البحر بقى حلوة هيك قصة. إحنا عادة بنحط الثيم للويدنج، ما عندنا بعد هالعادة إنه نكتب درس كود مع إنه كثير مهمة وكثير حلوة إنك تحطي بتساعد، يعني بتصير تساعد العالم تعرف تما تجي أوفر دريست أندر دريست مش عارفة حالك إذا لبس زيادة ولا أقل. أوكي. شغلة تانية للأشخاص اللي مثلي بتحب تلبس أسود على هالمناسبة كتير مهم أنه بس تلبس اللون الأسود ما تكوني لبس بريتا بورتي أو لبس كتير كاجول على العرس، لأنه هذا الشيء بيبين أنك شوي مستهترة، هذا لوك فيك تروحي فيه بعيد الشهر عن قلب الكل تعزم مثلا أو تروحي دينر أو تروحي تعملي ورك ميتينج بهذا اللوك. وقتها بتكون تلبسوا اللون الأسود بدنا نقوي شوي اللوك اللي أنتوا لابسينه، خاصة بس تكونوا حاطين جولري بالكعب اللي بتختاروه أو بال بلت او الاكسسوارايزنج، وعطول يكون جالا دريس اسود، مش انه نكون لابسين اوفرول او لوك شوي كاجوال على عرس، لانه في عالم بعد ما بتتقبل انه اللون الاسود هو لون مثل حيالا لون. انا ما بشوفه هيك، انا بحب اللون الاسود بلاقيه لون كلاسي بلاقيه مستيريوس. بتخيل انه على العرس اصلا بنروح على قماش شوي اللي فيها لمعه يمكن او الساتان، هيدا الشيء لحاله بيعطي طابع الليل يعني بس نكون لابسين. ايه بدنا نحترم انه في مرات اشخاص بتعتبر انه اللون الاسود هو لون حزين، وقتها بدكم تلبسوا هذا اللون بده يكون شوي هون يمكن لوك. شانتال عامة إذا عم نحكي عن الأهل القراب ممكن الشخص البعيد شوي بالعرس إذا لبس أسود ما في مشكلة، بس أوقات منشوف أمات عريس أو عروس لابسين أسود. أنا عارف تخيل بس أنت معروفة يعني أنت الأسود هو لون فرح عندك أكيد، بس لبست شاك ويك هو كتير مهم أنك شوي تقوي الفستان وقتها تكون لابسة هذا اللون تقوي الفستان ما يكون أوكي. لأنه بيعطي هذا اللوك كأنك أنت حزين. عندك مناسبة حزينة خاصة انك رح على صحيح. رح نكمل بالصور، رح نبلش هلا بالصور بطريقة سريعة بس لأقول هيك نقط معينة. أوكي. أول شيء بعرف انه هلا دارج الأونلاين ما منروح كثير بنشتري من برا من وراء قصة الكورونا، العالم عم تشتري أونلاين كثير، بدكم تنتبهوا على القماشات اللي بتختاروها بس تشتروا أونلاين، لأنه الساتان أونلاين منه مثل الساتان اللي بتشوفوه بالصورة صح. اللي بينتهي انه تطلع القماش مجعلك بكل الصور أو بتعطي شوي تشيب وقت تكونوا عم تحضروا عرس. شغلة تانية وقت نكون عم نحضر عرس نبعد عن الستس الكوت اوت البارتي دريسز الكلوبينج دريسز، لو هيدا ستيلك لو بتحب انك تبيني بهيدا المود بالاعراس في دريس كود معين للقماش وللقصات، ومنا حلو انه تكوني هالقد مرات لبسي اوفر بمناسبة هالقد رسمية، لو قد ما انه نحن open minded باللبس وكل شيء بس هون عم تحكي عن القصات شوي الفاتحه يعني او يلي مزبوط. بتبرز اماكن معينه بالكوت اوت دريسز ارتب مزبوط الكوت اوت دريسز اللي بتبقى شوي يعني زياده عن اللزوم، وننتبه القماش اللي عم نختارها لانه عاده هدول الفساتين بيبقوا معمولين من جرسي او قطن وبتحسي بيعطي شوي ايه مزبوط. شغله ثانيه مودة الفساتين التيود اللي كتير بتلالة وبنلبس تحتها بطانة كمان شغلة منها كتير حلوة تنلبس على الأعراس بس تكون أوفر، أكيد في طريقة مرتبة ينلبسوا فيها، في بطانات معينة بتنحط لها الفساتين، بس بتشوفي مرات أنه في أشخاص كأنه ما في بطانة بالمرة وعم تلبس هيدا الفساتين التيول بطريقة شوي قوية خاصة مع الإضاءة شانتال بالأعراس ببين كل شيء أكتر غير ما تكوني رايحة على محل في عتمة معينة، سو بينقح الضوء على الفستان بتقلك مثلا
انا ما كنت عارفه وفي كثير سيلبرتيز حتى مشاهير علقوا بهيدي يعني الغلطه وبعدين اعتذروا لانه ما كانوا عارفين انه على الاضاءه رح تبين هالقد الفستان فاضح. التويل مرات بيطلع كثير قوي على التصوير على الادويه ببين بس نقشه الدونتيل ما ببين شيء ثاني، هو الاشياء كمان لازم ننتبه لها. شغله ثانيه للاشخاص اللي بتحب تلبس اللون الاحمر، اللون الاحمر دقيق كثير وبيلبق لاشخاص كثير، بس نبعد عن انه نلبسه ساتان مع دونتيل، هذا شوي بيعطي كمان مثل ما كنا عم نحكي لوك شوي ما له قيمه قد ما لازم يكون له قيمه، وهذا خليط القماش منه خارج هيك مناسبات، بس بدنا نلبس اللون الاحمر ننتبه على القماش اللي عم نختاره ليطلع الدريس مرتب، خاصه انه اللون هالقد قوي. يعني هول الصور الاربعه هن لا هن يعني لا اوكي هن اللي ما لازم نعملهم كثير بتشوفيهم بالاعراس وبيكون في شويه خليط بين شو بنلبس على السهره وشو بنلبس على العرس، ما تفوتوا بهالديباجه، لبس العرس هو لازم يكون لبس مرتب ولازم تكونوا مرتاحين، كثير مهم بس تكوني لابسه شو ما كان تكوني مرتاحه انت وعم ترقصي انت وعم تتعشي وما تضليك ملبكه. اذا كان الفستان اللي انتم لابسين من ميله بتصير كل الوقت انت عم بتظبطي ملبكه ما رح تنبسطي وما رح يطلع حلو. اوكي رح نكفي على الصوره الثانيه لنشوف شوي كيف يكون هيك تختاروا اللوكات اللي بترتاحوا واو. فيها وتكونوا مرتبين وهي ما لها علاقه تكونوا كثير مرتاحين اصلا يعني انتم بالبيت يعني مرتاحين شو لا انا ما عم بقول انه بدكم تلبسوا الي صعب على العرس، بس انا الفكره كلها كنت عم بقول الالوان الميتاليك عاده تنترك لاهل العروس عاده أكيد. هيدا الالوان اللي بيختاروها، بقى الالوان الميتاليك هي بتتركيها لاهل العروس وللعائله، بقيه الاشخاص فيها تخلط بين القماش العادي او تلبس شك، وللاشخاص اللي ما بتحب تقوي اخر فستان ساتان وناعم ومرتب وقصته حلوه بس بعدك عم تشوفي ديسنت لوك، يعني هون بنشوف كمان اللون قد ايه بيلعب دور، نوع القماشه انا القصه إيه كلهم على بعضهم. رحت على شخص معقول ما يحب كل هالانواع الستايلز اللي نحن عم نحكي عنها وبحب يبين سمبل، سمبل مش يعني انك تطلبي فستان اونلاين معقول يطلع مجعلك، سمبل فيك تلبسي فستان ساتان سوبر سمبل وتطلعي كثير كلاسي بالعكس تكوني مرتاحه، رح تكوني كثير مرتاحه ودريس كود رح يكون كثير مرتب. رح ننقل على ثاني فكرة، على تاني صورة رح نحكي عنها لفصتين لمناسبات الأعراس والدريس كود اللي لازم نكون لابسينه. اوكي هلا شانتال كنا عم نشوف اوكي هون عم نحكي عن الميك اب، هون عم نحكي عن الميك اب. الميك اب كثير مهم زينا لانه فيك تكوني لابسه كثير سمبل والميك اب هو يدوي لك اللوك، فيك تكوني لابسه كثير حلو والميك اب ينزع كل شيء، خاصه الاشخاص اللي مقوية اللوك ولابسه شك وفجاه تشوفي كثير وجه قوي بالميك اب، لو نحن عرب وبنحب هيدا ستيل بالميك اب بس بدنا ننتبه يعني شو طريقه السموكي اللي بنعملها، حتى السيلبرتيز بيغلطوا بالميك اب وانتبهوا انه الميك اب اللي بتشوفوه على المراية بالبيت على ضوء معين منه زيت اللي بتشوفوه على ضوء التصوير بقلب العرس، يعني مرات كثير بتبلش تشوف الانتستان والبيكنج باودر وهالاشياء اللي نحن ما بننتبه لها لازم انتم شوي كمان تنتبهوا لها لانه بتنزعوا اللوك بكامله اذا بس الميك اب ما كان يعني متناسق. صح هو دائما شانتال لانه بس يكون عندنا عرس بتحسي انه السيده بتحب تروح تعمل ميك اب قوي بتفتكر قوام انه عرس يعني ميك اب قوي يعني انا لازم اكون حاطه كثير ميك اب على وجهي، وبينسوا كمان انه هيدا النهار الطويل الميك اب كل ما كان اخف كل ما بضاين اكثر كل ما الوجه بضل مرتاح اكثر، خاصه بس نحكي عن التان يعني الاعراس عامه الصيفيه بكون شوب تطلع شيء بتشوف الوجه كله يعني قاشط يعني من وراء المكياج، خاصة نحن بنتكحل كثير وبنحط سموكي وهذا الشيء ما بيهدي على وقت طويل، يعني ننتبه شو رح نقول لفرجيكم بالصورة اللي بعدها، مش بالضرورة الميك اب يكون قوي، فينا نحط تان مرتب مع لبستك حلو، في يكون العيون سموكي مع لبستك نيود، شو ما كان الستيل اللي أنتم حابين تعملوه، عملوه بطريقة ناعمة وعملوه بطريقة نظيفة، يعني كثرة الجليتر والسموكي والهايلايتر، خاصة إذا أنتم لابسين فساتين شك ونحن من قوي بالجالا دريسز اللي بنلبسها، ننتبه بس شو الميك اب لوك اللي عم نعمله لنحن نكون مرتاحين والصور تطلع زبطة حلوين يكون ال هون عم نشوف الميك اب الحلو بعتقد شانتال المرسوم على القد. اوكي حنكمل رح نكفي هلا على النقطة اللي بعدها ورح احكي عن الجولري، شغله انه نحن كثير بنحب العجقه وبنحب نلبس جولري كثير انا ما كثير زينب بتحب كثير تلبس جولري ذهبي بس انت بتعرفي تنسقي بتعرفي وين تروقي وين تقوي بالجولري بدنا ننتبه بس نلبس فستان شك وبدنا نحط هات بيس
وبدنا نحط قساوير وبدنا نحط كوليه، ما فينا نعمل كل شيء بذات الوقت. لو انه هالمناسبه كثير مبسوطين فيها بدنا نعرف شو نختار وحده من هالاشياء، خاصه الاشخاص اللي بتحب تحط هات بيس مشغوله عليها على الشعر بعده عن النكلسز الكبار والبول، بتكفي يمكن لحالها مع حلقه زي، لانه رح يصير في شغلتين كثير قوية رح تقيم الاثنين، ما رح اطلع لا بالكوليه ولا بالهات بيس. شغله ثانيه، بس نكون لابسين بايات ولابسين نك لاينز كثير عاليه مثل ما عم فرجي هون بالصوره، بس تكونوا لابسين نك لاين عالي معروف انه بتلبسوا حلق تتعطوا لوك ناعم، ما تلبسوا نكلس بغطي على النك لاين اللي انتم لابسينه، ما تلبسوا شك قوي وتحطوا جولري كثير قوي فوق، نعموا بالجولري خلي الشك يعطي قيمته، او نعموا الدرس وخلي الجولري تعطي قيمتها، خلي شيء يكون متناسق مع شيء، يكون في بالانس بهالشغله ليضل اللوك رايق ومرتب. رح ننقل رح ننقل بس نشوف بطريقه مرتبه كيف الجولري بتكون محطوطه متناسقه مع اللوك اللي اللي نحن كثير حلوين هول اللوكات. يعني بنلاحظ قد ايه الفستان رايق، كبرنا الجولري، اشتغلنا انه الجولري يكون هي اذا بدك الستيتمنت لوك، حتى انه هون في عنا تشينز زينا قد ايه نعمل التشينز قد ايه بتلاقيهم بكل سهوله وقد ايه مرتبين هي كيف لبستهم مع الدرس، يعني بس طريقه الستايلينج مش شو عم نلبس، مش عم نحكي عن مش انه عم المناسبه يعني ايه في اكسسوار عادي، يعني اكسسوار عادي بس اعرفوا كيف يكون في تنسيق معين ليطلع اللوك مرتب. اوكي بعد عنا شيء صور ولا هو هن؟ اوكي هولي هن شانتال، لكن ميرسي كثير شانتال عن جد على هالمعلومات، ومثل ما سبق وقلنا انه يمكن نحن ما بنعرف انه اوقات في اشياء صغيره بتخلي اللوك تبعنا يكون كثير احلى، واوقات اغلاط هيك بنعملهم بخلونا نروح على محل نحن ما كنا حاسبين له حساب. بقى ميرسي على كل هالمعلومات، شو فيك نقلها رد اسبوع الجاي بحلقه جديده مع موضوع جديد. ميرسي شانتال. اما هلا مشاهدينا فمننتقل لفقره من جوا وبرا.